ننتقل إلى أزمة أخرى يا أستاذ عبد الحليم قبل أن ينتهي هذا الحوار، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية. هناك كثير يجري في الأمر الآن. الأمين العام للناتو قال أنه يجب المحافظة على دعم أوكرانيا بأربعين مليار يورو سنويا. هل تحمس الناتو مرة أخرى لمساعدة أوكرانيا على التصدي لروسيا؟ هذه دورة يعني تعرف في السكرات أحيانا يحدث لطرف موجات إفاقة كده. طبعا الناتو جرب نفس التكتيك الذي جربه من قبل مع إرسال الدبابات ومع إرسال الطائرات وكذا، الذي هو أن تعلن أطرافا في الناتو رغبتها في إرسال الدبابات المتطورة إلى أوكرانيا، وفي نفس الوقت يعترض آخرون، ثم هؤلاء الآخرون الذين يعترضون يعودون فيوافقون في إطار محاولة متكررة لجس نبض الطرف الروسي. وجس النبض هذه المرة وصل إلى أنه الأمين العام لحلف الأطلنطي قال أن روسيا تهدد فقط، يعني لا تأبه بتهديدات بوتين، هو يهدد ولن يفعل، لن يستخدم الأسلحة النووية التكتيكية ولا ندخل في حرب نووية. تقديري أيضا أن بوتين لن يدخل في حرب نووية، هذا تقدير، لكن الأمر تغير على الأرض. طبعا رأينا في خلال الأيام الماضية بصواريخ نبتون طويلة المدى، وهي مفترض أنها صواريخ روسية في الأصل، كانت تملكها أوكرانيا باعتبارها جزءا من الاتحاد السوفيتي، جرى تطويرها ولكن أصبحت بعيدة المدى، جرى ضرب مواقع داخل العمق الروسي. في التطور الجديد، التطور كان عنوانه هل نسمح لأوكرانيا أن تستخدم أسلحتنا لضرب العمق الروسي؟ امتنعت أمريكا، امتنعت ألمانيا لبعض الوقت، ثم وافقت أخير. صحيح، وكان هناك رد روسي على هذا بنفس الطريقة التي جرت مع إرسال الدبابات ومع إرسال الطائرات، وما يعني اللي هو نفس التكتيك، يعني اللي هو التدرج في الإثبات. طبعا الناتو هذا التطور بيؤكد أنه لم يعد ممكنا أن يتجاهل ما يجري من تطورات على الساحة الأوكرانية، خاصة على جبهة خاركيف وإضافتها لجبهات الأخرى، بصورة جعلت الجبهة ممتدة لنحو 2000 كيلومتر، ربما تمتد أيضا مع عزم روسيا للدخول إلى مقاطعة سومي شمال خاركيف. وطبعا القصد الروسي هو تشتيت القوات المقابلة. فرنسا أعلنت أنها تزمع أو أرسلت مستشارين لأوكرانيا. وطبعا الجانب الروسي يعلم أن هناك قوات أصلا من حلف الناتو موجودة، إما في صورة مرتزقة أو في صورة مستشارين أو في صورة أسلحة، يعني لم يعد هذا خافيا، الأمر كله على أثر مكشوفا، كل الأطراف أوراقها مكشوفة. تقديري بصفة عامة أنه مع إمكانية تعرض مواقع في العمق الروسي لضربات كما جرى بالأمس أو بأسلحة غربية، يمكن أن يجري هذا أمر ليس جديدا، لكن مش ليس جديدا، الموافقة الرسمية أن يكون معلنا ومصادقا عليه هو هذا هو الجديد، لكنه كان قائما طول الوقت خاصة في شبه جزيرة القرم. طبعا لا تعتبرها روسيا جزءا منها، فيما يعتبر الغرب أنه أوكرانيا أنها أرض أوكرانية لا تزال، رغم سابقة سيطرة روسيا عليها منذ عام 2014. هل سيؤثر هذه التطورات في مجرى سير الحوادث؟ تقديري أنه سيؤثر، لكن ليس بتراجع روسي، وإنما بتقدم روسي لتوسيع رقعة أهدافها. هو بالفعل الجيش الروسي أعلن سيطرته على 300 كيلو متر مربع في أوكرانيا، من خاركيف 300 كيلومتر مربع في خاركيف. وطبعا الرئيس الروسي بوتين قال ان احنا نريد انشاء منطقة عازلة لحماية بلجرود وغيرها. وطبعا دخوله في سومي ايضا، لان سومي وخاركيف مجاورتان ملاصقتان للحدود الروسي. تقديري في مجمل العملية الحربية الجارية انه هذا سيدفع الروس الى توسيع خرائط اهدافهم داخل أوكرانيا وليس العكس، لأنه هم حسبوا حسبتهم من فترة أنه في طائرات F-16 وفي صواريخ أتاكامز وفي صواريخ تاور الألمانية تروز وكذا، لا ما يعني ليس ما من شيء جديد يمكن أن يكون مفاجئا يغير عقائد القتال الروسي. تقديري أنهم ربما سيوسعون خرائط الأهداف، سينتهون مما أعلنوا عنه من قبل
في سيطرة على الأربع مقاطعات، لكن هناك احتمال يتزايد بإمكانية التوجه إلى غرب خرسون، غرب نهر الدنيبر، ثم إلى أوديسا. هذا وارد جدا، هم يوسعون نطاق الحرب لكن لا يقدرون على تبعات هذا التوسع. أقصد حلف شمال الأطلنطي الناتو، لأنهم جربوا كل شيء، وكل تجربة جديدة يثبت الروس فيها مقدرتهم على التكيف مع الوضع الجديد ثم التقدم إلى الأمام. تقديري أن هذا الترند أو التوجه لن غير قابل للتراجع، للتغيير غير يعني. قابل للتراجع الذي مضمونه أن هناك تقدم فوق تكتيكي للعمليات العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا، وفي نفس الوقت يبدو الروس واثقون جدا من ذلك، بدليل طرح بوتين لأكثر من مرة لإمكانية إجراء وقف إطلاق نار على أساس خطوط النار القائمة بلا تراجع إلى ما يسميه الطرف الآخر حدود 1991.